وفي مسابقة المهر الإماراتي فاز بالجائزة الأولى فيلم أمل للمخرجة نجوم الغانم، وحصل فيلم أطفال للمخرج محمد فكري على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. أما الجائزة الثانية ففاز بها فيلم آخر ديسمبر للمخرج حمد الحمادي. وبعيداً عن الجوائز، استطاع المهرجان أن يشكل تفاعل كبير لصناع السينما العربية للمضي في مشاريعهم من خلال ملتقى دبي السينمائي الذي يتيح المجال أمام المخرجين العرب لعرض مشاريعهم على منتجين من جميع أنحاء العالم. أولاً، حفل توزيع الجوائز هو من هذه الدورة من أفضل حفلات توزيع الجوائز في كل المهرجانات العالمية، لأنه كان خفيف الظل، كان متنوع، كان الطاقات والمبدعين الإماراتيين اللي مروا على المسرح وقدموا الجوائز كان شيء رائع. حالة الانفعال الكبيرة التي كانت تصيب من يصعد على 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 المنصة لاستلام جائزة كانت تثير الشجن عند الجميع، تثير العواطف لدى الجميع. أنا فرحان لأنه من أخذ جوائز هذه الدورة هم المخرجون والفنانون الذين سيرسمون سينما المستقبل العربي، مستقبل السينما العربية. طاقات رائعة اشتغلت في ظروف ليس سهلة على الإطلاق، لكنها قدمت أعمال تقدم صورة جديدة لرواية القصة. وغالب هذه الأفلام تعاملت من خلال الحب، كلمة الحب كانت أساسية وكبيرة، حب للوطن، حب للعائلة، حب للحبيبة، حب لكل ما يحيط بنا، ونحن بحاجة إلى كم هائل من الحب، وبالذات حب مستقبلنا وحب أولادنا وما نبني لهم. أهديها إلى أمل حميجة بطلة الفيلم وجميع الفنانين الحقيقيين رهائن الهامش. أهديها إلى أمي، إلى زوجي الذي ضحى بجميع إجازاتنا فقط لأنتهي من هذا العمل، إلى أطفالي نهار وفاطمة وريم اللي ينتظروني لأرجع إلى البيت. شكراً لمجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون التي أعطتني الدعم المادي. شكراً للجنة التحكيم التي اختارت فيلمي وكرمته بهذه الجائزة. وشكراً دف. أنا فرحانة جداً هذه الليلة، فرحانة بحمل المهر الذهبي، ويعني مثل ما قلت أنا أهدي هذا المهر إلى الفنانة السورية أمل حويجة التي وافقت بالتمثيل في الفيلم، وإلى أمي وإلى زوجي الذي ضحى بالكثير من أجل أن أنتهي من الفيلم، إلى بناتي نهار وفاطمة وريم الذين يؤمنون بعملي ويفخرون بأني أمهم، وإلى بلدي دولة الإمارات. نحن نعمل بقدر ما نستطيع على أن نحن نستطيع أن نتسابق مع ما يحدث في العالم العربي ونتقدم في أعمالنا حتى نكون فخورين أن نكون موجودين على الساحة العربية والساحة الدولية بنفس القوة. أنا أفتخر بأن السنة الماضية قدمت فيلم حمامة وفاز بأربع جوائز دولية، واليوم أنا فخورة جدا بأن يفوز في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وهو مهرجان دولي أيضا، وهذا سيفتح، يعني أنا متأكدة أنه سيفتح الباب للفيلم لأنه يشارك في مهرجانات دولية كثيرة في المستقبل. بشكر مهرجان دبي وبشكر كل شركاء بالفيلم، ووجه كمان تحية للمرسيدس. شكرا. مفاجأة كبيرة لأنه ما كنت متوقع، وهلأ شوي شوي عم بستوعب أني حزت على الجائزة، وهو شعور كتير جميل لأنه هو شعور بشجع الواحد يكفي
يكفي يعمل أفلام ويشتغل أكثر على الأفلام. ما كنا متوقعين شيء، ان شفنا كل الافلام تقريبا كل الافلام الباقيين، وفي افلام فعلا عظيمين، وصرت تعرفت على المخرجين. وهذا كمان شيء له علاقه بالمهرجان، انه لك فرصه تتعرف على ناس من بلاد عاده انه ما عندك علاقه معهم شخصيا يعني، فنجتمع هون نتعرف عن بعض. فما كنت متوقع شيء، كنا عم نتوتر وربحنا.